السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم السلفية. السلفية ليست ادعاء أو انتسابا، وإنما هي حقيقة. فالذي ينتسب إلى السلفية لا بد أن يدرس عقيدة السلف، يتعلمها على العلماء تعلما صحيحا بالتفصيل، حتى يكون سلفيا حقيقة ويستقيم عليها، يتعلمها ويستقيم عليها حتى يكون سلفيا حقيقيا ولا يكون سلفيا ادعاء. كثير من الناس يدعون السلفية الآن، ولو سألتهم عن مذهب السلف وما هم عليه ما استطاع الإجابة، وإنما كالذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا لا يجدي شيئا، بل هذا يضر ولا ينفع. الله جل وعلا قال في المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال بإحسان يعني عرفوا مذهبهم وأتقنوه وعملوا به، هذا هو الإحسان، لا مجرد انتساب بدون علم أو يعلم ولكنه لا يعمل، هذا لا يفيد شيئا، كحالة كثير اليوم. فالواجب أن تدرس عقيدة السلف في المدارس والمعاهد والكليات وفي المساجد، وأن تعلن في خطب الجمع وفي الإذاعة ووسائل الإعلام حتى تعرف وتنتشر ويعمل الناس بها على علم بها وبصيرة بها. هذه عقيدة السلف الصالح، والذي ينتسب إليها لا بد أن يتعلمها وأن يعمل بها حتى يكون سلفيا حقاً.